أشكال من الوصف والتعبير حيث السمه البارزه كونها تعد الاوسع انتشارا على نطاق الولايه الشماليه لما لها من الجزر والحياه المرتبطه بالنيل والزراعه وما اجملها من حياه تكسوها الخضره والجمال ومع التطور في مشروعات البنى التحتيه وتغير ايقاع الحياه اليوميه ما تزال المعديه تمثل حنينا يخالج وجدان من كانوا على متنها لاكثر من ثلاثه عقود من الزمان. ارتبط الناس بها فبادلوها الحب والحنين والتآخي لتفاصيل شكلت المعاني الحقيقيه للاسره الواحده الممتده في قلوب من عبروا النيل يوما ما وكما ان لا شيء للذكر اجمل تاثيرا من ان يحفظ الجميل والعرفان لمن قدموا عصاره الجهد والعطاء في سبيل ان تبقى قيمه التفاني والاخلاص غير ان احساسا بان تلحق المعديات بالسواقي من حيث ان تظل مجرد تراث للعرض والمشاهده يمثل قمه امل يحدو ويقود صفحة من سنين العمر تطوى، لتفترق بهم السبل والمسالك والدروب بعد أن جد جديد، ليتبدل الحال ويتغير. بيد أن ارتباط الناس هنا بالنيل، ظل على حاله، لا يتأثر بما يحيط من تشكيل وتحديث. وإن اختلف الناس بآرائهم، حول ما اذا كان التواصل قبل وبعد التحول في اي منهما كان اعمق تتفق ذات الاراء بان لا شيء يوازي التقاء الروعه بصدق الانجاز وجمال الصوره والمشهد جمال من شانه ان يظهر الطبيعه المحيطه جزرا ومدنا وقرى لتنشا بالمقابل الجواذب السياحيه واماكن التنزه والترفيه لترسيخ الانطباعات وابراز جماليات المناطق والسحر الموجود على البقاع والروابي وبين ان يتخذ المكان هنا علاقه بالانسان والنيل تظل ذكريات المعديات بكل تفاصيلها محفوره في القلب والعقل والودان